دول بالنسبة لموضوع الأغاني الشبابية سواء الحديثة الآن أم القديمة من مطربين قدامى، هل يحل لنا كمسيحيين سماع تلك الأغاني حيث تعددت الآراء واختلفت سواء الآباء الكهنة أو الأساقفة؟ ونحن لا ننكر ان الموسيقى لها تأثير في الانسان، الموسيقى جملة لها تأثير في الانسان، ففي موسيقى حماسية تخلي الانسان يتحمس ودمه يفور، وفي موسيقى تهدئ وتخلي الواحد هادئ ومطمئن، وفي موسيقى تثير الشهوة، وفي موسيقى روحية تجيب مشاعر روحية، فلا ننكر تأثير الموسيقى. فلو أضفنا إلى الموسيقى نفس الألفاظ، وطبعا يقصد الأغاني الشبابية اللي معروف تطلع إيه، اللي بيمشوا في السكة دي بيتعبوا نفسهم